لمن الملك اليوم؟ يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى ويسمع ما يرى ما دونها في قاع بحر ذاخر متجندل. الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا محاكم للشعب ولا محاكم للثورة ولا محاكم للغدر ولا محاكم لأمن الدولة العليا، إنما المحكمة اليوم لواحد، هو الواحد، هو الواحد. إذا وقفت بين يدي الله ونودي على اسمك لتتمثل في ساحة القضاء العادل، وقلت يا رب لما لم ترسل الي انذارا بحضور الجلسة، قال لك الله لقد وصلك الانذار وكنت تقرأه في اليوم 17 مرة. ألم تقرأ في سورة الفاتحة في كل ركعة مالك يوم الدين؟ هذا هو يوم الدين وأنا مالكه. إذا قلت يا رب من الذي أوصلني الإنذار؟ قال لك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذا قلت يا رب دعني ليحضر الشهود، سيقول لك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إذا قلت يا رب دعني لأوكل محاميا يدافع عني، سيقول لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اذا قلت يا رب اسمح لي ان ادفع كفالة مالية او شخصية، سيقول لك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اذا قلت يا ربي ساستأنف الحكم، قال لك ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. الى اين يا رب؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، وتقول هل من مزيد. أتدرون كم سنة أوقد الله جهنم؟ روى الإمام الترمذي رضي الله عنه في حديث صحيح أن الله أوقد نار جهنم 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقدها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقدها 1000 سنة حتى اسودت، فهي الآن سوداء مظلمة. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه يوما إذ سمعوا وجبة شديدة، ومعنى وجبة أي سمعوا صوت ارتطام جسم ثقيل كأن قصرا شامخا قد اندك عنقه. قال أصحابه ما هذا الصوت يا رسول الله؟ قال الحبيب المصطفى إنه صوت صخرة ألقيت في نار جهنم 70 عاما لم تصل إلى قاعها إلا الآن. 70 عام اتقوا النار،
اتقوا النار، انه لقول فصل وما هو بالهزل، انما هذا الكلام انذار، وبين نور الوعد ونيران الوعيد يجب ان ندعو الله رغبا ورهبا. ويرحم الله زمانا كان الناس فيه اذا بلغوا ارذل العمر وبلغ احدهم 100 سنة او يزيد لا يتنازل عن صيام رمضان مهما كانت الاحوال، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. افطار يوم من رمضان عامدا شر عند الله من الزنا وشرب الخمر. رمضان رمضان عندما يأتي زائر من احدى الدول ليزور ارضنا ليزور بلدنا، وقد يكون الزائر كافر بالله ورسوله، تعلن الامة حالة الطوارئ وتقام الصرادقات وتنصب اقواس النصر ويستقبل في المطار، وعندما تطر قدماه ارضنا ترفع الاعلام وتطلق المدفعية 21 طلقة وتعزف الموسيقى السلامين، فماذا اعددنا لاستقبال رمضان؟ هل نحن احترمنا اوامر الله فاغلقنا الخمارات في بلد يدعي الاسلام؟ هل نحن قلنا للنساء تأدبن في رمضان ولا تظهرن ما حرم الله اظهارا؟ هل نحن تواصينا فيما بيننا بالحق والصدق؟ هل نحن اغلقنا الملاهي والمتاخر التي تظل طول الليل تعلن مدفعيتها الثقيلة ضد الاسلام؟ هل نحن قلنا للزائرين لشارع الحرم والفجور تأدبوا مع الله؟ ماذا اعددنا لرمضان؟ الفسق هو هو والانحلال هو هو، وكأن هذا الشهر لم يكن له ذكر بيننا. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر الاصحاب بقدوم رمضان ويقول لهم قوموا ليلة وصوموا نهارا. عندما يأتي زائر ملك كان او رئيس تقام الدنيا كلها وتحشد الجماهير لتلتهب كفها بالتصفيق، فماذا اعددنا لضيف لا اقول جاء من روسيا الملحدة ولا من امريكا المنحلة، انما جاء مبعوثا من قبل الواحد الديان، ماذا قدمنا لهذا الضيف؟ ماذا قدمنا لهذا الضيف الكريم؟ ماذا قدمنا لهذا الضيف العظيم؟ لانه جاء من قبل الله العلي الكريم. هذا هو رمضان، رمضان الذي اجل الله قدره وجعل آية الدعاء بين آيات الصيام، فقال اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. لماذا جاءت آية الدعاء بين آيات الصيام؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وبعد ذلك واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم بعد ذلك احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. لماذا جاءت هذه الجوهرة الربانية وهي آية الدعاء بين آيات الصيام؟ يجيب على ذلك السؤال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول ثلاثة لا ترد لهم دعوة. الإمام العادل ودعوة الصائم ودعوة المظلوم. دعوة الإمام العادل ودعوة الصائم ودعوة المظلوم ترفع إلى عنان السماء، تفتح لها أبواب السماء ويستقبلها الرب تبارك وتعالى ويقول لصاحبها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم، الظلم مرتعه وخيم. دعوة المظلوم، دعوة الذين لامت رفاتهم في جبل المقطم لا يدري من هم الا خالقه. كان الواحد يموت تحت الصياط الحامية في بستيل مصر الرهيب في السجن الحربي ويلف في بطانية سوداء ويقول له قائد السجن الحربي، يقول لزبانية خذوا هذا الجثمان وادفنوه ولا تنسوا ان تأتوا بالبطانية لانها عهدة. الادمي ليس بعهدة ولا قيمة له، والبطانية السوداء عهدة. لا يا فرعون مصر، لا يا تفاح، لا يا قاتل، ان كانت البطانية عهدة عندك فان الادمية عهدة عند الله الواحد القهار. لقد احصاهم وعدهم عدا، لقد احصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وغدا سيحكم الله بيننا وهو. المسلمين جمل سيدنا النبي قالوا له يا رسول الله اشتدت بنا الحال، المدينة محاصرة من 10,000 جندي كافر وليس مع الحبيب المصطفى الا 3,000 من الموحدين. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. شهر كامل والكفار يحاصرون المدينة، المسلمين قالوا لسيدنا النبي ماذا نقول يا رسول الله؟ سمعنا الصلاة عليه ولا اللهم صل عليه. يقول ايه يا نبي؟ نبي يعمل ايه؟
النبي هيبعت برقيه لهرقل يقول له تعالى اتدخل في حل المشكله اللي انا فيها، هيبعت رساله لكسرى يقول له اجري شويه الا الكفار هياكلوني. لا، النبي كان بيقول لا تستعينوا بالمشركين على قتال المشركين، كفر كله من واحد. فماذا قال لهم الحبيب المصطفى عندما احتدم الخطب؟ قال لهم قولوا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. كلمتين دول لما تقولهم وقت الشدة يفرج الله ما نزل بك من شدائد، وكم ليلة بت في كربة يكاد الرضيع لها ان يشيب، فما اصبح الصبح الا اتى من الله نصر وفتح قريب. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، كلمتان نطق بهما خير انسان وافضل مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. ثم قال الصلاة عليها رجالة اللهم صل عليه. استر عوراتنا وامن روعاتنا. لا تخضعن لمخلوق على طمع فان ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد ان يعطيك خردلة الا باذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فان رزقك بين الكاف والنون. واستغن بالله، استغن بالله، استغن بالله، استغن بالله عن دنيا الملوك، استغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. والله الذي رفع السماء بلا عمد، اقسم يمينا بالله انني احمد الله كثيرا على اجل نعمة انعم بها علي بعد نعمة الاسلام، الا وهي نعمة العمى، حتى اتفرغ لذكر الله، حتى لا اشغل القلب بسواه، حتى اقطع صلتي باصحاب المناصب، باصحاب الدنيا، باصحاب متاعها، باصحاب مادياتها. واذا كان لي عند الله دعوة مستجابة فانني ادعوه قائلا احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. كم تساوي الدنيا؟ كم تساوي؟ كم تساوي الدنيا؟ اين جنكيز خان؟ واين هولاكو؟ واين طاغية الالمان هتلر؟ واين طاغية ايطاليا موسوليني؟ واين طاغية فرنسا نابليون؟ واين طاغية روس ستالين ولينين؟ واين الطغوطيط في الشرق والغرب؟ اين هؤلاء واين اولئك؟ اسألوا عنهم، اسألوا عنهم التراب، اسألوا عنهم الدود، اسألوا عنهم المقابر، اسألوا عنهم التاريخ. نبكي على الدنيا، نبكي على الدنيا، وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. اين الاكاسرة الجبابرة الاولى جمعوا الكنوز فما بقينا ولا بقوا؟ من ذا الذي ضاق الفضاء بجيشه حتى ثرى؟ فحواه لحظ ضيق خرس اذا نودوا، كأن لم يعلموا ان الكلام لهم حلال مطلق.
كم تساوي الدنيا؟ لا تساوي عند الله جناح بعوضة. يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، ان الهم منفرج، ابشر بخير فان الفارج الله. الياس يقطع احيانا بصاحبه لا تياسن فان الكافي الله. اذا بليت فثق بالله وارضى به، ان الذي يكشف البلوى هو الله. الياس يقطع احيانا بصاحبه لا تدفعن فان الصانع الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تيأسن فان الفارج الله. والله ما لك غير الله من احد، فحسبك الله في كل لك الله. شوف سيدنا النبي بيقول ايه، وسمعنا الصلاة على رسول الله. النبي بيقول من اصبح حزينا على الدنيا فقد اصبح ساخطا على ربه. من اصبح حزينا على الدنيا فقد اصبح ساخطا على ربه. اللي يصبح الصبح زعلان، زعلان ليه يا فلان؟ لان فتن المزاد الفلان وكان حيطلع لي فيه 100 جنيه. ده يبقى ساخط على الله. اللي يصبح زعلان عشان الدنيا يبقى ساخط على الله. زعلان ليه يا فلان؟ لان فتني كنت هشتري العمارة الفلانية وغيري نط وخرج كان حيطلع لي منها 100,000 جنيه. يبقى ساخط على الله. ليه؟ ليه؟ شوف النبي محمد بيقول ايه بقى في الحتة دي. النبي محمد بيقول من اصبح وامه الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولا ينال من الدنيا الا ما كتب الله له. يا سلام، يا سلام يا رسول الله، يا سلام يا حبيب الله. من اصبح وامه الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولا ينال من الدنيا الا ما كتب الله له. ولذلك شوف الراجل اللي جاي لسيدنا الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، وحد الله كده يا مسلم، لا اله الا الله، وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي محمد. واحد جاي لسيدنا الامام علي، اشترى دار وعايز امير المؤمنين يكتب له عقد الشراء بيديه. امير المؤمنين اول ما بص للراجل عرف ان الدنيا قد حجبته عن ذكر ربه. اشتري دار وحيصبح بقى من اصحاب الاملاك، يبقى يعني جاي فرحان فرح ينسيه الله. ولما امسك الامام علي بالقلم ليكتب عقد الشراء، وبعدما سمى الله وصلى على رسول الله، قال اما بعد فقد اشترى ميت من ميت دارا تقع في بلد المذنبين وزكة الغافلين. لها 4 حدود. الحد الاول ينتهي الى الموت، والثاني ينتهي الى القبر، والثالث ينتهي الى الحساب، والرابع ينتهي اما الى الجنة واما الى النار. في حدود غير دول. الاولان يموت، الثاني قبر، الثالث حساب، الرابع جنة او نار.
اولان يموت، ثاني قبر، الثالث حساب، الرابع جنة او نار. الراجل اول ما ارى العقد قال له يا امير المؤمنين جئتك لتكتب لي عقد شراء دار فكتبت لي عقد شراء مقبرة. انا جاي لك عشان كنت تفتح نفس الكلمة تقول ان تحتوي على 40 شقة وكلها لوكس ونص لوكس وال تعرف جاردن وبتطل على النيل وبتطل على الاهرام وكذا. لا انت تدت نفسي عاد تقول لي موت وقبر وحساب وجنة ونار. ما فيها ناس بتخاف من كلمة الموت، فيها ناس بتعتقد ان الموت يحزي زي الانفلونزا، يعني لما واحد ابوه يموت دول ما نعزيهوش الا جايز يعدينا، العدوى تتفرب الينا. فيها ناس تخاف الموت ولا تحبه، مع ان النبي بيقول من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يا سلام يا سلام، من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فبيقول له يا امير المؤمنين ايه الكلام ده؟ فسيدنا علي اراد ان يوجهه وينصحه، فقال له يا اخ الاسلام النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. يعني الدنيا دي مهما طالت فهي مولية، ومهما أعطت فهي آخذة، ومهما ضحكت فهي مكسرة. ولذلك بعد ما سمعنا الصلاة على حبيب الله محمد، اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عاشوا في رضا وماتوا في رضا. اصحاب النبي عاشوا في رضا وماتوا في رضا. شوف بقى لما يجي واحد من فقراء المسلمين الثوب اللي بيصلي فيه اصبح لا يصلح دايم، ومع ذلك يروح يصلي ورا النبي عشان ما تفوتوش تكبيرة الاحرام وراء رسول الله، لان كان اللي يفوت تكبيرة الاحرام ورا النبي كانوا يعزوه، كانوا يقولوا له عظم الله اجره. وبعدين بعد ما يصلي وراء رسول الله يوم النبي يسأله يقول له كيف حالك؟ يقول له الحمد لله يا رسول الله. يقوم النبي يبعث يجيب احد قميصيه ويلبسه لذلك الصحابة، لان الجلابية دابت، فالنبي يجيب قميص من قميصيه ويعطيه للصحابي ان يلبسه.